صباح الخير. وعيالك يا اختي حواليكي كده منورين البيت. سيدة نحمد عبد العال جمعة أشهيرة بنازك. نازك؟ هي مامتك مش هتبطل موضوع عيد الميلاد ده ولا إيه؟ هي ناسية سنها؟ ده عشان مرات أخوك تحرق دمي زي كل مرة، مستحيل. تبقى طمني يا حبيبي لما تلاقوها وسلم لي عليهم كلهم، مع دمك طبعًا. يا ساتر يا ساتر. مش هينفع والله، أنا مش بتاعة جواز. طب ما كمل الأول، لازم يعني تتقالي وتعملي لنا فيها مدام شوكر. طب والله أنت مش فاهم، أنا فخور بيك قد إيه إنك كبرت قدام عيني وهتخطب بقى. ايوه يا اولاد صباح الخير، اوعوا تتاخروا بكره، انتوا عارفين عندنا يوم طويل قوي قوي قوي. يا جماعه انا مسكت الحرامي اللي كان في الصوره المره اللي فاتت، ابو هفشته يا ماما. ده حمدي. حكايات جروب العيله من السبت الى الاربعاء 8:00 مساء على قناه مصر الاولى.